السلام عليكم خوتي. احبس لا بالي راك داك مقلق وكذا وراني قاطعها عليكم هذه مده وعلى بالي سمانه ما طلعتش فيديو، ولكن الله قال ما بينا واش نديرو ها كورونا. المهم خوتي مرحبا بكم في فيديو جديد، اليوم ان شاء الله كما شفتوا في العنوان اغرب خمس مقاطع مرعبه في الانترنت. خوتي نحبسكم دقيقة هنا، اذا كنتوا تسمعوا الصوت الريح عرفوا بلي الروح راح ذاي السخانة يا خويا يا خويا، وش نديروا السخانة والكورونا. اليوم ان شاء الله عندنا واحد المقاطع شوي مرغبة. وش نهي الضحك يرحم بوك تقول واحد ينقي في فص. المهم خوتي اليوم عندنا خمس مقاطع مرعبة راح نطرقوا إليها إن شاء الله. قبل بداية المقطع إذا كنت من الناس اللي يحبوا الرعب وهذه الحوايج هذيك دائما تنساش تعطينا لايك ولا اشتراك وتفعيل الجرس باش يصلكم ديما جديد. خلوكم مع انترو ونعود. تحذير، هذا الفيديو غير ملائم للأطفال وأصحاب القلوب الضعيفة، اللهم إني بلغت. خلونا نبدأ الفيديو. خوتي الفيديو الأول، الفيديو الأول خوتي هو عبارة عن واحد الحيوان قط هكذاك، واحد القطة هكذاك مقابلة واحد السيد، ولكن عندها واحد الملامح جدو غريبة، حاجة تشوفها هكذاك تبلوكيك تحس كلي كرتون ولا حاجة هكذاك. المهم خوتي خلوكم على الفيديو تشوفو. كزال اي دون that's a weird looking ما yo there's a stray cat outside I don't want it starting a fight with Lucy it's okay. It's okay, Lucy. Don't worry about it. Ma! Ma, there's a stray cat outside. It looks like Grandma. Hey, get the here. I don't even know if that's كيما شفتم يا الخوة كيفاش داير شكلها، بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة مالقري حتى وتجيني تقول لي ياو ديرها بفوتوشوب ما نقدرش نقول لك سيدي قول، باسكو انها فيديو صعيبة انك باش دير قط هكذاك زعفان في فيديو، مش عارف ولا ممكن فلتر الله اعلم. بعد التحريات اكتشفت بلي انه ماهوش فلتر والو خوتي، هذه صح هذه، باسكو لحقاش لو كنت تشوفوا ملي دور الكاميرا لهذيك القطه الكحله لوسي ما جاش الفلتر، يعني ماهوش فلتر صح حقيقه. يكتشف الحامض والبوتي يستلهد بالعقل الكبير كون الرجل الصغير يسعى دائما. كي الخوا الفيديو الثاني مادام رانا في الحيوانات، الفيديو الثاني هو عبارة على فار يتثاوب كما نقولو، فاتح لقبو هكذاك ودنه دايرين تشوفو داخل لقبو كيفاش داير يخوف، شنو يخوف معنتها مش للدرجة هذيك هذيك، هيا قلت نزيدوه مع الحيوانات مادام رانا في الحيوانات. كما شفتوا سبحان الله الخالق، شفتوا فما كيفاش داير جاي بواحد الطريقه حمر هكذاك وكذاك عنده جاي كل فم تاعو كيما فم لفعة سبحان الله. الثالث يا خوتي هو عباره عن مراه عجوز تاكل في واحده طفله، تاكل في بنادم بالعربيه، تاكل في بنادم مالقري تجي تقول لي ماكياج حتى كان جا صح مكياج نتحيل ولا نتحيل هذا اللي يخدم المكياج، ولكن حاجة غراف انك ما تدخلش راسك انها مكياج، يعني صعيب انك تصدق باللي راه مكياج. شوفوا خوتي الفيديو هذا ما
بسم الله الرحمن الرحيم. خوتي كيما شفتوا راكي حالتي كي حالتكم، انا داني متبلوكيت ملي شفتها ما فهمت والو، ما فهمتش درن. الله يستر خلاص لك تكاينه منها صح، هذه طامه ولا بطل. وان دركا رايحين نشوفوا الفيديو الرابع. الفيديو الرابع اللي ثاني يعني دار ضجه كبيره في الفيسبوك في الانستغرام، ولكن عندي يعني تفسير نتاعو ونتمنى يكون تفسيري على صواب كما نقولوا. اي خلونا نشوفوا الفيديو قبل ومن بعد نرجع لكم. شتم خوتي هل الفيديو تاع المعزة هذه ولا الجوت كما يقولوا اشتهرت يعني في المواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك، كانوا يديروا معها مقاطع تاع موسيقى مرعبة، ولكن خوتي خدعنا من جديد. كيفاش تقول لي خدعنا من جديد على وقتها تخدعنا من قبل؟ خدعنا من قبل بحكاية مومو، يعني كانوا خدمها واحد عنده الهوس يعني بالرعب، خدمها على شكل دجاجة ودارت مثال تاعها خرج بهذا الشكل، ولكن ثاني عاودوا طوروا في ذيك الحكاية وتانسبيروا من هذيك الحكاية تاع مومو، خدموا لنا هذا التمثال المحنط تاع مش محنط ولا ايش تقول. المهم خوتي خدموا لنا هذا التمثال تاع المعزة هذا. كيفاش خدموا خوتي؟ معزة ميتة يقومون بتجميدها، يجمدوها وفتحوا لها عينها هكذاك وجمدوها ووقفوا اخوتي كما راكم تشوفوا قدامنا هنا التمثال تاع الحقاني، وكاين ياسر ناس راحوا لها زاروها وداروا معها سيلفي وهذا يا خوتي، لذلك يعني ما تتقوش كلش في الانترنت. هذه اخوتي معلومات تاعي اللي نعرفها على هذه المعزة او الجوت هذه، نتمنى تكون عجبتكم هذه المعلومات. خلونا نروح نشوفوا الفيديو الخامس. الفيديو الخامس خوتي هو عبارة عن ساحرة أو جنية كما تحب تقول عليها. المهم خوتي ساحرة تطلع مع الحيط وشدة واحد المرأة تلوث فيها مشعرها هكذاك ومطلعتها معها في ذيك الحيط كسبايدر مان ما تفهم والو، بعد بوك تلوحها. رايح نعرض لكم كيفاش لحتها، ولكن ما نعرفكمش كيفاش طاحت في الأرض باسكو هاد الحوايج ممنوعة تعد انتحار. المهم خوتي خلونا نشوفوا الفيديو. كيما شفتم الخاوة ذكر واحد انتهى ودخلها لي في راسي يقول لي راها تمثيل، بس كوسي قراب كوزة تمثيل قراب نتحيلك. المهم خوتي هنا نهاية الفيديو نتاعنا، نتمنى تكون عجبتكم، ما تنسوش تعطونا لايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يصلكم ديما جديد. وهذه هي الخاوة، نخليكم مقطع بسيطة، خليكم مقطع بسيط يعني اضافي تاع رعب، شوفوه من بعد نهاية الفيديو. اي من بعد ايه تهلاو في روحكم، الله ربي يجمعنا في ساعة تاع فرح وخير. بونس واي ناقي مرحبا بيك في الجيش اون بيرسون، جيش الموترين ديما في نمبر وان مخلصين، حاب تنضم للجيش خلي لايك واشتراك باش نوصلوا لل 1 مليون ان شاء الله بربي.